إبراهيم بن عبد كده من هنا أيه دور بن عدي يم اسمه تونس يم أبوت اثنين اثنين إبراهيم بن عبد الله وتونس محمد بن كريم وهما إبراهيم طبعاً الكريم هنا ثم تونس هذه كاتبين كريم وهي ثم انتقل إلى مدينة قلمة وصل إلى دراسة قسنطينة بالقاهرة وهناك انتحق بثورة نوفمبر التي درج فيها وتربى عقيد قائد أركان ثم يزار الدفاع مجلس رئيس الجمهورية وقد توفي في 27 ديسمبر. هاي محمد الشيخ أروح أجل أول سنة صورنا هنا يوم أنا وتو زكي تكملها صورنا وكيف تطلعوا؟ في محبس لك يبان تطلعوا. هي والله ساتيا. ها؟ ساتا بالكارت تقدر تفونسي؟ وين؟ بالكارت. أوا كل جديد أصلاً نحصل. ها؟ ساتقدر تفونسي للهي؟ كم مرة كم يوم؟ إيه نورمال. إيه بس كلعبك ما يقدرش تطلعوا. محمد.